السلام عليكم. نكمل ان شاء الله رب العالمين في موضوع السيل اكتيفيشن، سواء كان تي سيل او بي سيل. تحدثنا المره الماضيه على موضوع انه صار في عندنا هناك اكتيفيشن للتي سيل، وفهمنا ايش اللي حصل في داخل الخليه من ناحيه عمليه فوسفوريليشن لبروتينز معينين، وهذا الفوسفوريليشن ادى انه يحصل عندي اكتيفيشن للترانسكريبشنال فاكتور، والترانسكريبشنال فاكتور بدورها ادت الدور تاعها في عملية الجين اكسبريشن، سواء كان لسايتوكاينز او سواء كان لمستقبلات. الان احنا نتصور الموضوع بانه الخلية التيسل هذه قلنا عينا عبارة عن نايف، وفي نفس الوقت عبارة عن تي هيلبر، اوكي، وكذلك ممكن تكون تي سايتوتوكسيك على الوجهين، اتس اوكي، واحنا فاهمين ام ات سي كلاس 1 وين بتروح، وام ات سي كلاس 2 وين بتروح في عملية ايش الارتباط مع الريسبتور لأي خلية من الخلايا. فالتي هيلبر، الآن نيجي على التي هيلبر. التي هيلبر هنا في الحالة هذه بتكون عبارة عن نايف، لكن أنا مش معروف إيش حأكون. فبيجي بقول لي بشكل عام التي هيلبر أز النايف تي هيلبر، تمام، من خلال تأثير سايتوكاينز بيأتي عليها، أوكي، هذا السايتوكاينز بقول لي أنا إيش أصير. فبقول لي اذا اجت عندي السيتوكاينز مثلا انترلوكين 12 وانترفيرون جاما، من مين؟ من خليه الدندريتك سيل، هيحول لي الخليه تي هيلبر اللي هي بنقول عنها تي هيلبر 0 النايف الى تي هيلبر 1، وبعد هيك تي هيلبر 1 لها فانكشن من خلال اشياء بتخرجها زي ما احنا شايفين عندنا في اللي هي هذه السلايد، تعطيني مثلا انترفيرون جاما او تيومر نيكروسيس فاكتور، تيومر نيكروسيس فاكتور. وكذلك بالنسبة لتي هيلبر 2 نفس القضية، ايش بيجي هناك عندي سايتوكاينز على هذه اللي هي التي نايف، بيحصل لها بولاريزيشن، سواء كان 2 سواء كان 9 سواء كان 17، وطبعا كل واحدة منها بامكانها تنتج سايتوكاينز مختلفين and so on. تي هيلبر 22 تي ريجولاتري سيل، تمام، على سبيل المثال تي ريجولاتري مهمة جدا في موضوع الكنترول الاميون ريسبونس، بتذكروا احنا ذكرنا تي هيلبر 17 في محاضرات سابقة. وكذلك في عندنا كمان تي خلية اسمها تي فوليكولار هيلبر، تمام، تي ريجولاتري طبعا من الخلايا اللي بتنظم، وهنا من خلايا تي هيلبر 22 اللي هي الى في موضوع الديفنس ميكانيزم اجينست اللي هو مثلا عندي بكتيريال او فانجس اند سو اون. التي ريجولاتري سيل هنا، تمام، تحت تأثير زي ما شايفين احنا ترانسفورمينج جروت فاكتور بيتا مع انترلوكين 2 تتحول بتصير تي ريجولاتري، وبتقدر تنتج 10 تيومر انترلوكين 10 مع ترانسفورمينج جروت فاكتور بيتا. هدول التنين مهمات زي ما هنحكي كمان شويه في موضوع الكنترول للسيلز، لانه هدول اسمها ريجولاتري سيل، هتعمل سبريس للسيل، لانه مش معقول انا خط المناعة يضل مفتوح عندي، معناته هذه بتصير مصيبه لجسمي، تمام، على هذا الاساس سموها تي ريجولاتري. الخليه اللي تحت هذه وكانه بقول لي التي هيلبر، تمام، اللي هي قلنا عنها نايف صارت تي فوليكولار، تمام، وهذه التي فوليكولار هيلبر بدورها ليش سموها فوليكولار هيلبر؟ هتروح على منطقه الفوليكلز التي يوجد بها البي سيل. ها وضحت؟ بنقارب الان في عمليه الفهم انه الان التي هذه هيكون لها دور بانها تروح على دار البي سيل في منطقة الفوليكلز، تمام، وتنشط لي خلايا البي سيل. واضح هذا الكلام؟ نحطه في بالنا لأنه جاي الحكي عنه ليتر اون في هذه المحاضرة، تمام. إذا هذا بالنسبة لهذا الموضوع. إذا افكتور تي سيل ديفرنشيت واكسبريس ترانسكريبشنال فاكتور، ممكن اكسبريس طبعا نتيجة افكتور سايتوكاينز أو كيموكاينز، هذا كله ممكن يخرج من الفاج من اللي هي الخليه المتنشطه. بيجي بيقول لي كمان هنا توضيح اخر انه انا سي دي 4 تي سيل، قلنا بامكاني اكون تي هيلبر 1 2 17 ريجولاتر، هذول اللي هم الكو دومينانت او المتعارف عليهم الموجودين عندنا بشكل نوعا ما اكثر من غيرهم، تمام. اذا في عندنا هذه التي هيلبر 1 ايش سايتوكاينز بتنتجهم، وين ممكن تاثر عندي على الماكروفيج على النيتشر كيلر سيل تحت الاكتيفيشن، وطبعا ميجر افكت. والله انا التي هيلبر 1 السايتوكاينز تاعتي بتروح على خلايا زي السي دي 8 سيل، او سي دي 8 سيل
انه انت يا سيدي ايت سيل بدك تتنشطي عشان تكوني سايتوتوكسيك. والله في حالات معينه على البي سيل تمام، انت جيلي اي جي جي 3. وهذا الكلام ذكرناه، تذكروا ذكرنا انه تي هيل بار 1 ممكن هي صحيح بتشتغل في السلم ديت الاميونيتي، لانه انت بتحكي لي قاعد على سي دي 8 تي سيل تمام، الا انه كمان بتخلي لي البي سيل تنتج لي انتي بودي، انواع معينه من الانتي بودي زي الاي جي جي 3 لمين؟ اجينست فيروس تمام، اجينست ايش؟ فيروس. وهذا الاساس بنقول انه انا بقى ممكن يكون عندي انتي بودي موجود للفيروس تمام. من وين طب اجي الانتي بودي والفيروس؟ انتراسيلولار. لانه الفيروس برضه بينتقل من مكان الى اخر، من خليه الى اخرى، فلابد يكون عندي انتي بودي يعمل له نيوتراليزيشن. تي هيلبر 2 انا بصير لي بولاريزيشن تو بي 2، وسموني 2 انا او سموني 1 اعتمادا على السيتوكاينز اللي انا بنتجهم. فانا بنتج 4 و5 و13 وفي عندنا اذر سيتوكاينز زي ما حنشوف في محاضرات اخرى في موضوع السيتوكاينز. بأثر على الإيزونوفيل، بأثر على البي في سيل، بيصير هناك سويتشنج للأنتي بادي آي جي إي آي جي جي تمام. أنا ممكن يصير عندي تأثير إذا كان في عندي ورم بعض من الطفيليات، أو في حالة الأليرجي أنا في عندي آي جي إي برودكشن. 17 تمام، أنا نشيطة بأطلع هذه السيتوكاينز، بعمل تحفيز للنيوتروفيل للإبيتيليال سيل، انا بساعد في عمليه الانفلاماتوري بروسيس اجينست فيروس، اجينست عفوا فانجس، اجينست اكسترا سيلولار بكتيريا. انا تي ريجوليتوري بانتج هذا السيتوكاينز، باثر على اذر لينفوسايت. مين هم؟ تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2. ايش اللي بصير؟ انهبيت ذا فانكشن اوف اذر سيت اوف تي سيل تمام. اذا هذا عباره عن امثله، هذه هذه السيلز اللي قلنا عنها النايف صار لها بولاريزيشن تحت تاثير السيتوكاينز، صارت تي هيلبر 1 2 17 ريجولاتوري، انتجت سيتوكاينز معين اثروا على خلايا معينين، الخلايا المعينين هذول برضو قاموا عملوا فانكشن معينه زي ما ذكرنا في هذا السلايد. هذه صوره اخرى توضيحيه، فبقول لي هي عندي خليه تي سيل صار لها اكتيفيشن، هي كانت نايف، الان لما تتنشط حتروح تنتج لي ايش؟ هذه بسموها انترلوكين 2 ريسبتور الفا تشين، يعني معناته الخليه هذه وهي نايمه عندها بيتا وعندها جاما تشين تمام، عندها بيتا وعندها جاما تشين، لازم يكون عندي الفا عشان يشتغل هذا الريسبتور، وهذا بسموه انترلوكين 2 ريسبتور تمام. اذا الخليه تنتج انترلوكين 2 ريسبتور اللي هو اسمه سي دي 25، اسمه ايش؟ CD25 لابد، لكن والخليه سايلنت ما فيش عندها هذا الالفا، معناته الريسبتور مش هيشتغل. اذا بتروح كمان تنتج سايتوكاين انترلوكين 2 فبيأثر عليها نفسها تمام، وبيعمل عمليه بروليفريشن. نفهم حاجه هنا، انه يوجد عندي انا خلايا تي هيلبر اللي قلنا عنها صارت ريجوليتوري، هذه الريجوليتوري سيل دائما عندها CD4 وعندها CD25. ايش يعني CD25؟ يعني عندها الريسبتور مكتمل بتاع الانترلوكين 2 على طول جاهزه انها تتحفز وتروح تطاوش او تطلع السيتوكاينز تاعتها عشان يقول للخلايا الاخريات انخمدوا وتعمل لهم اميون وسبريشن. هاي اللي بيحصل عندنا في هذا الموضوع. هنا زي ما انتم شايفين الخلايا حيصير بروليفريشن، منها حيصير افكتور ومنها حيصير عندي ميموري. بيجي بيقول لي انا كلام حكيته بس عمليه شرح ليس الا كتابه. تي هيلبر 1 عارفين ايش بتنتج، تي هيلبر 2 عرفنا ايش الامثله تاعتهم والتاثير تاعهم، الكلام هو نفسه الكلام الموجود عندي في التيب في السلايدز اللي قبله، مش بدي يعني تقولوا شرد عن الكلام، نو اقرا الكلام هنا مع الكلام اللي ذكرته الان، اعرف انه ما فيش حاجه زياده اطلاقا، عباره عن تعبير كتابي على ما قلته وعلى الصوره الموجوده عندي بشكل او باخر. بيجي بيقول لي في السلايد هذه يعني بيعطيني نوع من الكومباريزون، انه والله انا لو كانت عندي خليه التي سيل نايف وكانت عندي خليه التي سيل ميموري، احنا قلنا النايف بتصير طبعا افكتور بتصير ميموري ذاتس رايت. فانا بس بيعطيني نوع من التوصيف، بيقول لي انا هذه النايف عشان تضلها عايشه في منطقه الليمف نود تحتاج الى انترلوكين 7 تمام، انترلوكين ايش؟ 7. فهذا جانب هنا، والله انا بحتاج عشان اعيش كميموري انا بحتاج لسبعه وبحتاج كمان ل 15.
بحتاجها 7 وبحتاج ايش؟ لا 15. الان ايش بيقول لي؟ بيقول لي انا ميموري يعني عند اي نقره على طول انا حصير نشيطه، يعني انا مش محتاج يكون عندي تجيني الدنتريك سيل وتكون حامله لي a lot of MHC class مع antigens a lot of MHC class no. اذا لو كان الليفل تاع MHC class مع الانتيجين واطي it's okay I can be activated. هنا انا بحتاج الى كميه من MHC class اللي حامله لي ايش؟ اللي هو في عندنا حاجه بسموها threshold عشان يحصل عندي اللي هو signal transduction ويحصل عندي عمليه الاكتيفيشن. تمام؟ اذا انا بحتاج الى هاي ليفل اوف انتيجين MHC class على سطح الدنتريك سيل وبحتاج الى كميه من الكوستوميلاتري موليكول. تمام؟ بشكل او باخر. تمام؟ اذا هنا بحتاج انا لو في الميموري لاني انا جاهزه مبرمجه اني اصير نشيطه بشكل او باخر. تمام؟ اوكي، هي المقصود في المقارنه هذه بشكل او باخر. الان برضه بيجي بيقول لي النايف سيل بتصير ميموري، لكن قال لي كمان تنساش انه الميموري سيل في منها سنترال ميموري ومنها افكتور ميموري. تمام؟ اذا اعرف كمان الميموري سيل بتاعت الخلايا التي سواء كان تي هيلبر او تي سايتوتوكسيك. تمام؟ هي عندي هنا تي سايتوتوكسيك، انه اعرف انه في منها سنترال بضله موجود عندي في الليمف نود وعندي افكتور ميموري بضلها سواحه. تمام؟ وسبحان الله كل واحد عليها كاركتر معين. فمثلا هذا من باب العلم مش الحفظ، انه والله انا علي سنترال ميموري سيل عندي سي دي 44 هاي، عندي سي دي 62 ليجند هاي. ليش؟ لان انا عايز اظني مربوطه مع الليمف نود في الاريا بتاعت الباراكورتكس. هنا الافكتور لا، انا مش شرط يكون عندي مثلا سي دي 62 الوت، لاني انا حكون سواحه حوالين الليمف نود وهلم جاره. تمام، هذا جاي بيجي بيقول لي هنا الان في اللقاء بتاع الدندرتك سيل يا شباب ذكرنا انه في عندنا لقاء من عده اوجه في الاميونولوجيكال سينابس، انه في عندي ام اتش سي كلاس مع تي سيل ريسبتور، عندي كوستوميلاتري موليكول سي دي 86 مع مين؟ مع سي دي 28. تمام، وعندنا قلنا سي دي 40 مع 40 ليجا. بقول لي كمان تنساش عندما احنا خلينا نقول تشبعنا من الاكتيفيشن سبحانك ربي بيجي بيطلع عندي بصير الاكسبريشن لهذا الموليكول اسمه سي تي ال اي 4 سيتوبلازميك تي لينفوسايت انتيجين رقم 4. بدوره هذا بكون له افينيتي هاي لمين؟ لبي 7.1. عشان ايش يعمل؟ يعمل سبريشن لمين؟ تيجي سيجنال من خلاله تقول للسيجنال اللي تيجي من عند سي دي 28 الخامدي. تمام؟ بيحصل في عنا ايش؟ نوع من السبريشن. وضحت؟ اذا السي تي ال اي 4 مهم انه يقول للخلايا التي سيل خلص بكفي اكتيفيشن، لانه اكيد كثره الاكتيفيشن مصيبه. يعني تصور لما فيش عندي هذا وعندي دائما السيل في حاله اكتيفيشن، معناته بخاف انه يطلع عندي يصير عندي سايتوكاين ستورم، وهذا بيأثر الى انفلاماتوري ريسبونس جامده وممكن يؤدي الى مصايب على مستوى الخلايا او على مستوى جسمي، اصير ادخل على اوتو اميون ديزيز، ادخل على هايبر سنسيتيفيتي، ويصير عندي ديتيريوريشن في جسمي واتعب بشكل كبير جدا. الان ايش بيجي بيقول لي هنا؟ نيجي لمنعطف اخر او لا عفوا لا لا لجزئيه اخرى، موضوع البي سيل. انا لم اذكرها في حديثي سابقا، تمام؟ ولكن ذكرت نقطه. قلنا في قبل يعني دقيقتين ثلاثه انه انا التي نايف في منها فوليكولار تي هيلبر، وذكرت انه هذه بتروح على دار مين؟ على دار التي البي سيل، ذاتس رايت. وايش كمان بتروح بتغير؟ بتغير بصير في عندها وجود لكيموكاين ريسبتور. تمام؟ هي في الاصل عندها كيموكاين ريسبتور. تمام؟ الكيموكاين ريسبتور الموجود عندها هو كان في الاصل عشان يقعد في دار التي، لكن انا بدي اروح اقعد في دار البي فبيطلع عندي كيموكاين ريسبتور 7. واضح؟ عشان اروح اقعد في مناطق اللي هي على الحدود ما بين اللي هي التي سيل اريا والبي سيل اريا. اذا لابد انا اسمي ايش؟ انا اسمي تي فوليكولار هيلبر سيل. كويس. طب انا مالي؟ انا تعرفت على الانتيجين. اوكي نايس. اذا هاي الامر الان الانتيجين بدخل جسمي وبدخل على الليمف نود وفي عندي انا بي سيل، والبي سيل عندها مستقبل وحتستقبل على نفس الانتيجين اللي استقبلته الدنتيتك سيل. تمام؟ اذا الان احنا وكاننا صرنا حنصير مبرمجين انه في عندنا نفس الطوشه نفس الفرن
اللي احنا لازم نتطاوش معاه. تمام. وبتيجي هذه الفولكلور تي هيلبر وبتقعد في هذه المنطقه. اوكي، عندنا هذا الامر. الان عفوا سوري، الكيموكاين ريسبتور 7 هذا موجود على مين؟ على التي سيل قبل ما تغادر اللي هي منطقه الباراكورتكس. هذا هو في الاصل موجود عندها، سوري. لكن ايش اللي بيحصل عندنا؟ عندما هذه التي فوليكولار هيربر تسافر لمنطقه الفوليكلز بيبدا يقل التي الكيموكاين ريسبتور 7 ويبدا عندي 5. واضح؟ يبدا عندي ايش؟ 5 يزيد، لانه هذا 5 عفوا هو له مستقبل او له ليجند موجود على التيشيو بتاعت الفوليكلز الموجوده عندي. تمام. اذا هذا اللي حصل بالنسبه للتي سيل. التي سيل هذه الفوليكولار سوف تلتقي مع البي سيل، ولكن هذا اللقاء لازم طبعا اكيد يحصل، وكذلك لازم يحصل بعد لقاء البي سيل مع خليه اخرى موجوده في الفوليكلز. تمام. وهي تخلق هناك، وذكرناها في محاضرات سابقه، اسمها فوليكولار دندريتك سيل. تمام. اذا ارجع اعيد ثاني، لابد يحصل عندي لقاء ما بين التي فوليكولار تي هيلبر فوليكولار هيلبر، تمام، التي سوف تنتقل من بيت التي سيل اريا الى البي سيل اريا. ولكن قبل ما يحصل هذا اللقاء لابد يحصل هناك لقاء ما بين الفوليكولار دنتريك سيل الموجوده في منطقه الفوليكلز مع البي سيل. اذا هاتان اللقاءان او هذان اللقاءان لازم يحصلوا. اذا انت معني يصير عندك بي سيل تعطيني افكتور بلازما سيل وتعطيني ايش؟ ميموري سيل للبي. وضحت الصوره؟ هذا الكلام احنا بدنا نكون عارفين. فبيجي بقول لي the final product of the germinal center response are high affinity memory cell. هاي اللي حيحصل عندي تكون ميموري، وكذلك عندي long life بلازما سيل. تمام؟ تمام. بقول لي انا هنا كمان الانتيجين از ريتين فور فيري لونج بيريود. ممكن يحصل انه الانتيجين يقعد في منطقه اللمفويد فوليكلز لفتره طويله، وكما يقال على سطح مين يقعد؟ يقعد على سطح الفوليكولار دنتريتك سيل. تمام. يعني ايش اللي بصير عندنا؟ ممكن يحصل عندنا لقاء ما بين يجي عندي انتي بودي موجود. تمام. هذا الانتي بودي اوكي موجود عندي بشكل او باخر. ايش اللي بصير؟ انه عادة في مرحلة، يعني هذا الكلام خليه على شركة شوية. اول ما بيجي عندي الانتيجين ماشي، وبروح برتبط عليه الفوليك برتبط عليه كومبلمنت. الكومبلمنت طبعا موجود عندي. فالان الكومبلمنت عندما يرتبط على اللي هو الفوليكلز عفوا يرتبط على الانتيجين، يوجد هناك مستقبل للكومبلمنت 3 اللي ارتبط على الانتيجين. تمام. اللي هو قلنا الانتيجين نفسه، الانتيجين اللي اخذته الدنتريتك سيل نفسه الانتيجين اللي تعرفت عليه التي فوليكولار هيربر سيل. تمام. وبروح بقعد هذا الانتيجين مع الكومبلمنت على ريسبتور بسموه كومبلمنت ريسبتور 1 أو 2 أو 3. تمام. بكون ايش؟ مرتبط على مين؟ على هذا الفوليكولار دنتريتك سيل. طيب ايش وجه الارتباط مع البي سيل؟ بقول لي البي سيل قاعده، والبي سيل لسه نايف لاول مره. تمام. لاول ايش؟ لاول مره هيحصل انه البي سيل من خلال الانتي بودي تاحل على السطح. تمام. بتروح بتشبك لي على الانتيجين، وبيكون عندي هذا الانتيجين ما بين الفوليكولار دنتريك سيل من خلال الكومبلمنت اللي عليه، وكذلك مع البي سيل من خلال ارتباطه على الانتي بودي اللي على السيرفيس بتاعت البي سيل. وضحت؟ وهنا هذا اللقاء هيحفز لي البي سيل، هيحفز لي ايش؟ البي سيل بشكل او باخر. تمام. وبعد هيك البي سيل سوف تحتك وتروح على منطقه ايش؟ في نفس الاريا وير التي فوليكولار هيربر موجوده. وايش تحصل عندي؟ تقعد في ارتباط مع التي فوليكولار. طب ما هو في الاصل كمان البي سيل اخذت الانتيجين ودخلته جوا جسمها، وهي ايش اسمها؟
اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، وعندها ام اتش سي كلاس 2 وبتعرض الخليه الانتيجين من خلال ام اتش سي كلاس 2. اذا الفوليكولار هيلبرت سيل تعرفت على الانتيجين على الام اتش سي كلاس 2 من خلال الدندريتك سيل، وكذلك سوف تلتقي على الام اتش سي كلاس 2 بتاعت البي سيل، وعندها الان خبره وخلفيه بالانتيجين، هتحتك مع التيس مع البي سيل وهتعملها اكتيفيشن من خلال السيتوكاينز اللي هتطلع منها وتروح على البي سيل، يلا بي سيل اتنشطي. تمام. فبقول لي سبحان الله، على الجانب الاخر بعد ما تصير البي سيل وتنتج انتي بادي، وجدوا انه دائما في ارتباط على سطح الخليه بتاعت الفوليكولار دنتريك سيل اللي هو الانتيجين انتي بادي، بضلوا قاعد على سطحها وكانه اشاره لاي ريسبونس جاي جديد انه على طول تعال تنشطوا يا انتيجين، عفوا يا خليه البي سيل من خلال الاحتكاك معها بشكل او باخر. تمام. هذا بشكل عام في عمليه الاكتيفيشن لمين؟ للبي سيل زي ما احنا ذكرنا. طيب الان هذا بيجي بيحكي لي صوره، والله انا عندي فوليكولار دنتريك سيل، تمام، شابك علي هي كومبلمنت ريسبتور، وكذلك انا عندي انتي بادي ريسبتور. يعني لو انا بدون ما يكون عندي يطلع الانتي بادي وعندي الكومبلمنت شبك على الانتيجين، هي بقعد علي لانه في عندي ريسبتور. لو بعد هيك طلع عندي انتي بادي، ممكن يقعد علي اللي هو الانتيجين مع الانتي بادي على سطح الفوليكولار دندريك سيل لانه ريسبتور، ممكن يضلوا فتره اشهر هذا الوضع. تمام. اذا الان لو قلنا في عندنا بس الريسبتور تاع الكومبلمنت، وكمان ممكن تيجي البي سيل هنا طلع معي على البروكورسر، والانتي بادي تاعها حيشبك على الانتيجين ويحصل عمليه الكونتاكت بشكل او باخر. هنا بيجي بيقول لي بي سيل انتيجين شبك لي عليها، دخل لي الانتي بادي الانتيجين الغريب، وصار له ايش؟ عمليه بريزنتيشن الى ان يظهر على الام اتش سي كلاس 2، لانه هذا كلام مطلوب. ليش؟ لانه هذه البي سيل سوف تلاقي مين هنا؟ الفوليكولار تي هيلبر سيل، فوليكولار تي هيلبر سيل. الان نطلع على الصوره بشكل اخر. في عندنا فوليكولار دنتريك سيل مالك، انت لازم تلتقي قلنا مع البي سيل، ممتاز. بقول لك انا فوليكولار دنتريك سيل ماليش علاقه في البون مارو، انا انتج في الدار بتاعتي وانا اضلني هناك. تمام. اوكي، انا ماليش علاقه في الدنتريك سيل اللي بتحكي عنها اللي رحت على دار التي سيل، انا موجود بس في البيت تاعي، ماليش علاقه بالتي سيل اطلاقا. تمام. اذا بقول لي هنا الصوره، طلع هنا كلام ذكرناه، انا فوليكولار دنتريك سيل بحتك مع البي سيل من خلال، اعتبر زي ما ذكرنا، الانتي بادي شبك لي على الانتيجين والانتيجين شبك لي على الفوليكولار وحصل احتكاك، وكذلك انا بي سيل سوف احتك مع التي فوليكولار هيلبر سيل بهذا الاحتكاك هنا، وهنا انا لازم اصير بي سيل ميموري او اصير كمان بلازما سيل افكتور سيل. انترستنج، وضحت؟ اذا هيك احنا فهمنا عمليه الاكتيفيشن للتي سيل، عمليه الاكتيفيشن للبي سيل كيف صار، وهل هناك في علاقه ما بين الدنتريك سيل اللي جابت الانتيجين من اول مره مع البي سيل او لا، وما هي علاقه التي هيلبر مع اللي هو مين؟ مع البي سيل، وما علاقه الفوليكولار دنتريك سيل مع البي سيل. هذه هي المفاهيم اللي احنا لازم نكون عارفينها. هنا بيجي بحكي لي طبيعه اللقاء اللي حصل، ذكرين ذكرنا تي سيل مع الانتيجين بريزنتنج سيل دنتريك سيل، نفس الفلسفه هنا، هذه السي دي 4 تي سيل اللي اعتبرها اللي هي الفوليكولار تي هيلبر التقت مع البي سيل من خلال الاشياء اللي احنا عارفينها، ام اتش سي كلاس مع تي سيل ريسبتور، تمام، مع اللي هو الكوستوميلاتري مع الادهيجن. هذا الكلام احنا لازم نكون عارفينه، وهذا هو اللي حيخلي البي سيل تعمل ايزوتايب سويتشنج، تمام، وتعمل ميموري وافكتور سيل. هنا بيجي بيقول لي انه خليه البي سيل كمان ما ينفعش تضلها سواحه من ناحيه الاكتيفيشن. بقول لي اذا صار عندنا خلص سبحان الله مشت الامور وخلصنا من الانتيجين، بقول لي بيجي بيرتبط الانتيجين بيرتبط على البي سيل، وكمان ايش بصير؟ في عندي انتي بادي فري بربط لي على الانتيجين وبروح بقعد على المستقبل تاعه على البي سيل. تمام. الان هذه الاوسايتوبلازميك ريجون بيحصل له اكتيفيشن لانزيم اسمه ايش؟ فوسفيتيز انزيم. تمام. وبيعمل لي فيدباك. يعني ايش يعني فيدباك؟ ما دام البي سيل تتنشط بيقولها يا بي سيل سبريس،
خلص معي مش عايزين نشاط لتعملي لي انتاج انتي بادي اجين مره اخرى. واضح؟ اذا هذا اللي بيحصل. اذا في حاله ما نكون احنا استكفينا الانتيجين انتي بادي عندما يجي يقعد عندي على سطح البي سيل، تمام؟ هذا الانتي بادي من خلال المستقبل تاعه السي دي 32 بيعطي اشاره من خلال الاكتيفيشن لفوسفاتيز انزيم، يلا يا فوسفاتيز انزيم ايش حبط لي اللي هو الموتيف الموجود على مين؟ على اميونوجلوبولين الفا تشين او بيتا تشين بتاعت التي سيل ريسبتور كومبلكس. فايش بيعمل؟ بيعمل نوع من اخذ لفوسفات جروب، فمش هيحصل هناك اكتيفيشن لمين؟ لهذا الاذر بروتين اللي هيجي يرتبطوا لي مع هذا الموتيف. واضح؟ وهيك بيحصل بنعمل سبريس لمين؟ سبريس او بنعمل انهيبيشن للبي سيل، بحيث انه خلص يا بي سيل لا تعملي لي انتي بودي برودكشن ولا حاجه وخلي الامور تمشي، لانه هيك انهينا المشكله. تمام؟ هذه صوره توضيحيه. نيجي لنقطه اخرى وهذه سهله كمان. طبعا ذكرت ليش السي دي 8 في الحدوته سهله. السي دي 8 الان ذكرنا في حديث سابق انه السي دي 8 لها مفهوم، قلنا انترسيلولار بكتيريا انترسيلولار فيروس، تمام؟ ولكن كمان اعمل حسابك انه السي دي 8 سيل هتشبك على الانتيجين بريزنتنج سيل، وكذلك لازم تشبك التي هيلبر زيرو في نفس الوقت على الانتيجين بريزنتنج سيل. ليش؟ انا معي فيروس وفي نفس الوقت انا بدي افكر انه هذه بدي انشط فيها. الان بحكي على مين؟ انا قاعد بحكي على سيل ميديتد اميونيتي، بدي انشط السي دي 8 وفي نفس الوقت كمان بدي انشط البي سيل بشكل استثنائي بحيث انها تعطيني انتي بادي مخصص لمين؟ للفيروس او للانتراسيلولار بكتيريا. وضحت؟ هذا الكلام اللي ذكرته انا قبل فتره ابو 10 دقائق، قلت انا والله عندي تي هيلبر 1 وممكن تطلع لي سايتوكاين انترفيرون جاما ويروح على البي سيل. لو تراجع السلايد قبل اربع ثلاث اربع سلايدات، تمام؟ والله بتخلينا انتج نوع معين من الانتي بادي اسمه اي جي جي 3. ذاتس رايت. اذا فهمنا الان انه السي دي 8 سيل، تمام، بدورها هتشبك على الانتيجين بريزنتنج سيل، تمام، وهتتنشط من خلال لقائها مع الانتيجين بريزنتنج سيل مع الام اتش سي كلاس 1، وكذلك بمساعده مين؟ التي هيلبر 1 سيل. وهيك هتتنشط السي دي 8 وهتشتغل في موضوع الكيلينج. هطلع على الصوره واحكي ونفس الكلام الموجود عندي عشان اختصر عليكم الحدود. الان تصور عندك انتيجين بريزنتنج سيل، تمام؟ خلينا ننتقل من الصوره هذه لصوره ثانيه وتكون الامور شويه اكثر وضوح. زي ما تشوفي الصوره هذه بشكل بسيط مش بدون فلسفات، هاي انتيجين، عفوا هنا سوري، دندريتك سيل، دندري انتيجين بريزنتنج سيل دخل فيها الفيروس اخذته وعملت له برزنتيشن على مين؟ على الام ات سي كلاس 2، على الام ات سي كلاس 1. عندي نايف سايتوتوكسيك تي سيل، عندي تي هيلبر سيل. وضحت؟ هذا الكلام موجود. اذا هذا الامر بيحصل، لابد انا اتنشط كتي هيلبر. ليش؟ طلع الصوره اللي جنبها، الصوره اللي جنبها والله طلع عندي انترلوكين 2 من التي هيلبر 1 راح لي على السي دي 8 تنشط، تمام؟ اذا هذا اللي بيحصل عندي. اوكي، اذا هذا اللي بيحصل عندنا. نطلع على الصوره اللي فوق هنا من باب، بقول لي لو حصل صرت انا ميموري اتطوشنا وصار عندي فيكتور، صار عندي ميموري. الميموري مش محتاجه لتي هيلبر 1، انا بلتقي معاك يا دندريتك سيل انا وانت مع بعض هنا وبيحصل عندي اكتيفيشن وممكن اروح اتطاوش واقتل الخليه المصابه، تمام؟ اذا كان في عندي خليه مصابه بشكل او باخر، عفوا. اذا هذا سوري، هذا الخليه مصابه، هذا الدنتريك سيل نفسها. فالان بتنشط انا لوحدي والانترلوكين 2 بتيجي عليا وبتنشط وبروح اقتل الخليه المصابه اللي حنشوفها في اللي هو المحاضره او في السلايد اللي قبلها. الان هاي انا عندي انتيجين بريزنتنج سيل زي ما احنا عارفين مع السي دي 4، هذا التي هيلبر نشطت التي هيلبر، مع كمان في الجانب الثاني السي سي دي 8 نشطت، تمام؟ الان بعد ما تتنشط هذه السي دي 8 سيل، تمام، هذه ايش بدورها؟ حتروح على الانفكتد سيل. الان كيف بصير عمليه القتل؟ من خلال ثلاث شغلات. اول حاجه بتبدا تبني حاجه اسمها بيرفورين بروتين، تمام؟ بيعمل لي هذا البيرفورين زي تشانل
قناه ما بين الخليه هذه السيتوكسيك سيل وما بين الخليه الانفكتد، هي بولي بورفرين شانل، هذا تشانل تمام. هذا التشانل اللي بتكون ما بين الخليتين بيجي بعد هيك بيجي عندي جرانزايمز، هي جرانزايمز بتبدا تطلع وتدخل في هذا التشانل المصوره وتدخل على الخليه المصابه تمام، وتخلي الخليه تدخل على ابوبتوسز من خلال الافكت بتاعت الجرانزايمز، هي صوره. وكذلك يوجد هناك مركب اسمه فاس ليجند عباره عن سي دي اسمه سي دي 175 178 الله اعلم تمام. هذا بيشبك عليه مولكيول اسمه فاس سي دي 95 تمام. هذا الاشتباك سوف برضو يدخل الخليه في الابوبتوس. اذا هيك بتحصل انه كيف خليه السي دي 8 سيل السيتوكسيك بتقتل خليه الانفكتد سيل، زي ما حنشوفه صوره اخرى كمان مره. هاي صوره اخرى سيتوكسيك سيل، هذا صوره طبيعيه مع كانسر سيل بتقتلها من هذه الشغلات بيرفورين تمام. هذا البيرفورين التشانل جواها الجرانزايمز تمام، موجوده عندي بشكل او باخر اوكي تمام. فالتارجت سيل هذا البيرفورين بيعمل لي زي تشانل، تدخل عندي الجرانزايمز وبيحصل عندي الاتاك. هاي صوره اخرى، هذه عباره عن خليه تمام، جرانيول اكسوسايتوسيس باتوي جرانزايمز. يلا يا جرانزايمز طلعي لي من خلال البيرفورين، تعالي لي على الخليه المصابه دمري لي الخليه المصابه. كمان تعالي يا فاس ليجند على سايتوكسيك سيل مع الفاس، وحيحصل عندنا اللي هو عمليه الابوبتوسيس بشكل او باخر. عمليه واضحه وسهله مش محتاجه فلسفات. هاي صورة أخرى عندي نايف تي سيل تمام، نايف إيش تي سيل أو عفوا هذا نايف تي سيل بصير لها أكتيفيشن، طبعا بصير لها بروليفريشن، وزي ما أنتم شايفين مدام في بروليفريشن حيحصل عندها تكوين سي دي 100 زي ما قلنا 178 اللي يقول عنها سي دي إيش الفاس ليجن. وكذلك كمان الخلية بين قوسين هنا بقول لي كمان بيحصل عليها سي دي 95، بزيد الاكسبريشن تاعها في نهايه حياتها. ليش؟ لانه انت يا خليه بعد ما تؤدي وظيفتك لازم تموتي، فانت كخليه عندك هذا الامر، واكيد في خليه عندها هذا الامر موجود نفس الحدوته، هذول الاثنين ممكن يلتقن مع بعض تمام، يلتقن مع بعض. ايش يعني يلتقن مع بعض؟ سي دي 95 هنا يلتقي مع السي دي مع السي دي 178 اللي هو الفاس مع الفاس ليجن، وكذلك كمان خلايا اخريات، وهذا حيدخل الخلايا في ابوبتوسيس. يدخل الخلايا في وين؟ في ابوبتوسيس، وتموت الخلايا لانه خلاص هيك بيكون انتهينا من المهمه. عندي خليه اخرى تمام، هذه الخليه الاخرى قلنا عنها في الحديث اسمها ريجولاتوري تي سيل. ريجولاتوري تي سيل هي عباره عن خليه تمام سي دي 4 بلس عرفنا وسي دي 25 بلس، مالها؟ بقول لي انا خليه نشيطه بتنشط، وحكينا عنها بعطي تيومر نكرو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا وانترلوكين 10، باجي على خليه السي دي 4 والسي دي 8 وبقولها خاندي. انا ممكن اتنشط طبعا لما الاقي الدنتريتك سيل والاقي الماكروفيج. انا عندي ترانسكريبشنال فاكتور اسمه فوكس بي 3، انا مهم اكون نشيط كفاكتور عشان اخلي الخليه تنتج اللي هو التي جي اف بيتا والانترلوكين 10 تمام. اذا هاي الخلايا عرفنا ليش سموها سي دي 4 سي دي 25، لكن لو صار في عندي خلل في هذا الترانسكريبشنال فاكتور اي طفره اعرف انه الخلايا ايش مالها مش حتكون ريجولاتوري، وحتكون خلايا سي دي 8 والسي دي 4 شغالات على خطرهم، والسيتوكاينز بيطلع وحيصير عندي مشاكل مناعه بشكل كبير جدا، ممكن يحصل عندي مشاكل انفلاميشن جامده، او يحصل عندي حاجه بسموها بولي اندوكراينوباتي، يصير عندي مشاكل في الاندوكراين سيستم انفلاماتوري بروسيس بيحصل فيهم، وممكن يحصل عندنا كمان مشاكل نتيجه طبعا هي بتكون اكس لينكد سيندروم نتيجه ان الفوكس بي 3 مرتبط مع الاكس كروموسوم. هاي بيجي بيقول لي انا ريجولاتوري سيل مهمه جدا. ليش مهمه؟ حتحبط لي خلايا التي، وكذلك مهمه بتقول لخلايا الدنتريتك سيل يا خلايا الدنتريتك سيل الخامدي. ايش يعني الخامدي؟ نزلي لي من الاكسبريشن تاعت الام اتش سي كلاس 2 تمام،
ونزلي لي من الاكسبريشن تاع الكوستوميلاتري موليكول. واضح؟ ما دام هذه الامور صارت، اذا الدنتريتك سيل صارت مالها از يعني توليرانس دنتريتك سيل، يعني انا ماليش دخل، مش هعمل اي اكتيفيشن لاي خلايا. وبدور اخر انه خلايا النايف سيل تمام تتنشط، بتكون نشيطه، عفوا خلايا ريجوليتري سيل ممكن تقول للخلايا النايف سيل، او لو هي النايف سيل لما تيجي على الدنتريتك سيل ايش مالها؟ بتلاقيها معريه. النايف سيل بتكون معريه، ما فيش عندها اي دنتر، ما فيش عندها لا ام سي كلاس ولا عندها سي دي 8 ولا 86 تمام، فمش حاقدر اعمل ايش اكتيفيشن لمين؟ للخلايا الخضراء النايف سيل، فحيصير عندي سبريشن. لكن في حاله ما تكون الريجوليتري مش شغاله في الوضع الطبيعي، اه والله النايف حلتقي مع الدنتريتك، والدنتريتك حيكون عندها سي دي 80 الوت، سي دي 86 الوت عندي تمام، سي دي ام سي كلاس الوت، فمعناته حيصير عندي ميور ريسبونس. إذن هاي إحنا بنعيش ما بين اكتيفيشن وما بين سبريشن عشان الحياة تمشي. هذا كمان إيش بقول لي الماكروفيج. أنا لم أتحدث سابقا عن الماكروفيج تلتقي مع النايف سيل تي هيلبر، لكن عندما تكون خلية الماكروفيج عادة بشكل أو بآخر تتنشط عندما تتعرض لإنترفيرون جاما. إذن التي هيلبر وان عندما تتنشط وتصير إفكتور ممكن تتقابل مع الماكروفيج، ممكن، وتقولها تنشط من خلال الانترفيرون جاما. وضحت؟ هاي اللي بيحصل عندنا. وكذلك الانترفيرون كمان الخلية الاكتيفيتد ماكروفيج ممكن تتنشط من التيومر نيكروسيس فاكتور كمان الفا، او من البكتيريا توكسن اللي بتاخدها الماكروفيج زي اللايبوبوليساكرايد مثلا تمام، ممكن تساعد انها تحفز لي الخلية الماكروفيج انها تصير اكتيف. هنا منظر له علاقة في الـ ADCC، تحدثنا عنه سابقا انه الخلايا ممكن تقتل التارجت سيل من خلال اعتمادها على الانتيبادي ADCC، راجعوه تمام. وكل خلية بتطلع اللي عندها تمام، سواء كان في عندي انزيمز، سواء كان عندي جرانزيمز، سواء كان عندي لايسوزيمز تمام، هذه كلها شغلات ممكن تخرج من الخلايا وتعمل عملية كيلينج لمين؟ للتارجت سيل تمام. هذا الليتيك انزيم، بعض احيان بروتينات معينه ممكن تكون توكسيك للخليه المصابه او الخليه التارجت اللي احنا عايزين نقتلها، ممكن تكون عباره عن باراسايت او ممكن تكون خليه انفكتد بغض النظر ايش هي تمام. من خلال الانتي بودي وصل لي هذه الخلايا وكان عباره عن جسر الانتي بودي للخلايا الاخريات بحيث انها تطاوش الخلايا المصابه ويحصل عندنا اللي هو التخلص من هذه الخلايا المصابه بمفهوم Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity.